يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي ولد يبلغ من العمر 3 سنين، وفي دور التحفيظ هناك حضانة للأطفال تقوم عليها مربيات يقومن بتربية الأولاد والبنات معا في هذه السن إلى سن 6، هل يجوز لي أن أدخل ولدي فيها مع وجود هذا الأمر؟ الطفل الذي دون التمييز يجب على والديه أن يقوم بحضانته وبرعايته، لأنه ما أرحم به وأدرى بمصالحه من دور الرعاية، وهذا حق للولد على والده لا يكله إلى غيره إلا عند الضرورة. إذا كان أنه مضطر إلى هذا فلا مانع أنه يعطيه دار الرعاية في الوقت الذي هو مضطر لفعل هذا الشيء، أما مع غير الضرورة فإنه يجب عليه أن يحفظ ولده وأن يراعي مصالحه وأن يقوم بحوائجه هو بنفسه. نعم.